بص يا سيدي، في مسابقة عالمية كبيرة جدا للتصميمات اسمها مسابقة ريد دوت. ايه ريد دوت؟ ريد دوت دي بتدي مسابقة كبيرة فعلا يعني وعالمية فعلا، بتدي الجوائز بتاعتها للتصميمات المتعلقة. مثلا صممت منتج متميز، التصميم بتاعك متميز، صممت كوميونيكيشن ديزاين متميز، كونسبت جديد متميز الى اخره. عندنا فنانة مصرية عالمية أصبحت هي أول مصرية تفوز بجائزة ريد دوت العالمية في التصميم، زهراء السيد الشافعي، وبتقول أنا استلهمت التصميم بتاعي من الحضارة المصرية القديمة. خلوني أخد معانا الفنانة زهراء. ازيك يا زهراء؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله طبعا، الحمد لله الحمد لله. انت اول حاجه هسالك، انت صممتي ايه بناء عليه خدتي الجائزه بتاعت ريد دوت؟ صممت كرسي. ها. واخدت عليه الجائزه. كرسي؟ وده تحديدا هم عملوا لي منشن في الهاي كواليتي للديزاين. اوكي، هو ده الكرسي اللي انا شايفه قدامي على الشاشه، وده اللي انت استلهمتيه من الحضاره المصريه القديمه. كان ايه تحديدا او يعني انهي عصر او انهي تصميم شفتيه في ايه؟ ده كرسي تاني؟ انت عامله اتنين كرسي ولا كرسي واحد؟ لا، كرسي واحد اللي هو بتاع توت. كرسي بتاع توت. اوكي بالظبط. وقولي لي انت شاركتي ازاي في ريد دوت، وهل كنت متوقعه تكسبي ولا لا؟ طيب ارد على اي سؤال فيهم الاول. شاركت ازاي؟ أيوة. هي كومبيتيشن عادي، ليها سبميشن باوقات معينه محدده، كل سنه بتبقى في نفس الوقت. انا شاركت في واحد فيهم. حلو. وفي الديزاين كونسبت للاساس تحديدا. عظيم. اوكي. كنت متوقعه اكسب ولا لا؟ ايوه، انا حاولت بقدر الامكان استوفي الشروط اللي هم طالبينها، سواء ان المنتج يكون مبتكر، المنتج يكون سستينبل في الماتيريالز بتاعته. يعني كل الشروط قرأتها كويس جدا، حاولت افهمها كويس جدا، طورت على الديزاين بتاعي بناء عليها مع مدير التصميم في المصنع اللي كنت بشتغل فيه. ماشي. وبناء على كده قدمت. للامانه كنت متوقعه ان انا لازم اخد اي منشن في المسابقه دي، ومبسوطه جدا طبعا ان ده حصل. حلوة، انا عجبني الثقه. كنت متوقعه ان انا هاخد منشن. طب هل كنت متوقعه ليه؟ يعني جبتي الثقه دي ازاي؟ ما زي ما قلت لحضرتك، كنت متاكده ان الديزاين بتاعي فيه جزء فيه ابتكار، اللي هو باستخدام او عن طريق، او الجزء اللي انا كنت متاكده بسببه يعني وواثقه بسببه، هي استخدام خامه جديده. سوري، خامه البردي بس بطريقه جديده، لسه كانت معموله من قريب، او لسه التجارب عليها قائمه عموما. فيمكن دي اكتر نقطه كانت مخلياني واثقه ان الكرسي لازم ياخد اي حاجه في المسابقه. طب هايل قوي. اولا طبعا انا كنت هسالك فعلا على الخامه اللي انت استخدمتيها. انت قلتي لازم من ضمن الشروط بتاعه ريد دوت ان الخامه تبقى سستينبل، فكنت هسالك استخدمتي ايه، وتيل الخامه بردي. هنا السؤال اللي بعده، الكرسي ده متين؟ ده بنسبه 100%. ايوه، متين قوي. اكيد جدا. يعني نقعد عليه عادي ونستخدمه عادي؟ كرسي استخدام عادي جدا، يعني مش كرسي احطه في البيت لانه استعمل عليها. كرسي استخدام عادي تماما، استخدام عادي تماما، مش مجرد انه هيبقى كرسي بتصميم متميز معمول من خامه جديده لسه عليها اختبارات، فانا لما اجي اشتريه احطه في البيت مجرد قطعه فنيه جميله احطها في البيت بتاعي، لا، ده اقدر استخدمه. ما كانش هيكسب في المسابقه. يعني لو ما كانش قابل للاستخدام ما كانش ما ينفع، ما كانش يكسب. بالظبط. ده انت قروبه قوي بصراحه يا زهر. انت دمياطيه؟ عشان كده، عشان كده قروبه، عشان كده قروبه. شكرا. لا شطوره والله، خلي بالك انا ما بهزرش، انا امي دمياطيه، فالموضوع بالنسبه لي في وش هزار. لا، وبعدين دمياطيه، دمياطيه وعامله كرسي يعني موبيليا، فاللي هو يعني ايه، انت جايه في الجون. طيب انت قلت لي في مصنع كنت بشتغل فيه، سيبنا بقى من المصنع اللي كنت بتشتغلي فيه، انت دلوقتي ناويه على ايه؟ يعني انا لو منك اعمل البراند بتاعي بقى. طيب ممكن بس اضيف حاجه الاول؟ قولي. يمكن كمان اللي زود ثقتي في موضوع ان انا ان شاء الله كنت شايفه ان انا هكسبها، مدير التصميم اللي هو كان في المصنع اللي انا كنت فيه ده،
المهم يعني الصراحة هو دعمني جدا وشجعني ان لا، من رغم ان المسابقة صعبة فادخلي، وده اداني ثقة شوية كمان ان انا ادخل فيها. واتعرفت كمان على خامة البار دي من خلال تدريب كان موجود في المصنع ده فعلا. لا يستاهلوا بصراحة، واللي طور معايا الكرسي من مرحلة بدائية خالص بكل التفاصيل الحلوة جدا اللي انتوا شايفينها، واللي انتوا ممكن يكون الناس بتشوف الكرسي بس مش يعني عارفة ان هو حلو، بس مش عارفة ايه اللي عاجبها فيه قوي. كل الديتيلز الصغيرة جدا اللي يمكن مش ظاهرة بشكل واضح بس محسوسة بس كده من الصورة، صراحة هو ساعدني في تطويرها لحد لما وصلنا للشكل ده. حلو جدا. طيب هل بنفكر بقى ان يبقى في حاجه زي لاين خط باسم زهراء السيد الشافعي، او انه زهراء تستقل تماما وتعمل هي الخط بتاعها بمصنعها او ورشتها الصغنطوطه؟ طيب هو حلم اي ديزاينر ان هو يبقى عنده الموضوع ده، وانا اكيد منهم، بس انا طول الوقت حابه اكون على ارض ثابته قبل ما ابدا الموضوع ده، يعني عايزه اكون ملمه بكل حاجه، او حاسه ان انا لسه ناقصني شويه مهارات في حاجات معينه، مش بس تصميم، بس مش عشان بعمل تصميم كويس يبقى انا اقدر افتح البراند بتاعي، لا، لازم يبقى عندي وعي بحاجات ثانيه كتير بحاول اتعلمها بقالي فتره ولسه مكمله، وان شاء الله ان شاء الله يبقى ليا البراند بتاعي، يعني ده حلم اي مصمم بيحب او شغال في المجال ده. رائع، برافو عليك. انا عاجبني ان انت عارفه طريقك، وبعدين ما بتحاوليش تبالغي او تستعجلي، يعني لا، دمياطيه دمياطيه زهراء، دمياطيه الاصيله. يعني انا مبسوط بيكي وفخور بيكي، ويعني حاجه ظريفه ان احنا نلاقي مصممات ومصممين زي سن ولادنا كده، يبقى في عندهم الطريقه دي بتاعت التفكير، شايف قدامه طريق، خطوات معينه، مفيش استعجال، راسين هادين. نورتينا والف مبروك، وانا اعتقد انه هيبقى في يوم قريب ان شاء الله، ما يبقاش بعيد، ويبقى في لاين عالمي باسمك ان شاء الله. ان شاء الله الف الف مبروك مره تانية، وشكرا ليك يا زهراء. شكرا جدا، المصممه المصريه زهراء الشافعي. طيب